اسمع ابو صابر وقطع اسمع 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 ابو صابر وقطع والكرامة اغلى من العالم اجمع اسمع اسمع اللي بده يتحدى ابو صابر ما بتخبى اللي بده يتحدى ابو صابر ما بتخبى لو حطيتك في راسي عمرك عمرك ما بتطلع اسمع 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 ابو صابر وقطع عنده إحساس بنحطه على الراس اللي عنده إحساس بنحطه على الراس والمعدن والماس هو هو اللي بينفع اسمع 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 أبو صابر وقطع اسمع اسمع ترانس سيبك من كل قصصك الفارطة وإيش رأيك نروح على المينا نشم هوا ونطير زهقنا يا شفرة مين تمين والناس نايمين أيه الواحد معي أحلق يا شفرة أنت قاعد بتقول نروح على المينا أي والله لو معي أحلق يا شفرة أنا لقيت رحت على الحلاق حلقت زيك أصلع مش هذا الحكش خلي اللعمة مؤذن الجامع أهو رب الكعبة هذا هو اسمع إيش رأيك ننكش راس عليه وماله بنتسلى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله إنا لله وإنا إليه راجعون لا إله إلا الله محمد رسول الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله وين 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 عم الحج والله طالع الجامع يا ابني في قدامك جورة الله يكرمك يا ابني الله يكرمك عنك 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 يا حبيبي الله يرضى عليك عنك يا عم الحاج ارخي ارخي العصا يا عم حسبي الله وانت نعم الوكيل حسبي الله وانت نعم الوكيل وين أنا؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي الله أنت نعم الوكيل حسبي الله أنت نعم الوكيل الله لا يوفقكم الله يقصف رقابكم الدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي الله وانت نعم الوكيل فيك وبس والله أكلم مؤذن الجامع شفت كيف يا شفرة الله لا يرده هذا قال لي امرق من الشارع ما هو عارفنا قاعدين هنا لا شغلة ولا عاملة شفت لما أنا مسكته زي هيك وزقيته هيك اخذت العصا قاعد فكر حاله في جور عن جد ضحكنا عليه قال استنى يا حج استنى في جور استنى الله لا يرده ايه وقف اثنين يابا في موضوع بدي احكي لك اياه نسير اصحك تقول لي بدي مصاري لسه قبل شهر ونص اعطيتك شيكل لا يا ما مش مصاري القصة اكيد بدك تطلع على البحر مع تبعين الجامع انا جبت لك قشط مية وجبت لك كيلو ملح حطيت لك فيه عشان تقعد تسبح ما تغلبنيش برضو مش قصة بحر احكي ليش الدعوة يا نسير ايش القصة شفت لك الترانس والشفرة واقفين على راس الشارع طب ما يقفوا عرس الشارع وايش دخلنا يعني هم بدهم يقفوا على بطن الشارع مش هيك يابا تعرف ابو خليل لعمة مؤذن الجامع ماله راجل طيب ومحترم خلوه ماشي واخذوا العصاي منه ودزوه
وش صار فيه؟ وقع وقاعد عيط وبتفحفل في الرمل. ابو خليل المسكين الكفيف؟ اه يابا. وش عملوا كمان؟ وقعدوا يتمسخروا عليه. الشفرة والترانس؟ والله يابا. بلاش يكونوا ناس تانين من حركة. لا انا يعني هبيل يابا متأكد. الترانس؟ والشفرة كمان. والزلمة وقع على الارض؟ اه يابا. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله غير يسودوا سمعة الحارة، جايين لواحد مسكين؟ مش عارف أنا يابا. ماشي يا نسر، ماشي، أنا بربيهم. حاضر يابا. أنا بربيهم. أنا حاضر. لا إله إلا الله، يا رب نور قلبي، نور دربي. وين الطريق؟ يا رب يبعث لي ناس يوصلوني، يا ربي يبعث لي ناس يوصلوني، يا ربي يا ربي يبعث لي ناس يوصلوني، يا ربي يا ربي يبعث لي ناس، يا ربي يبعث لي، يبعث لي ترانس والشفرة. يا ربي يا ربي. بشوف الرزق قاعد بهالمرة واحدة يا ترانس. ايش في يا شفرة؟ في واحد أعمى جديد. ايه؟ والله هذا شكل جديد على الحارة. ايش رايك نقوم بالواجب ونرزقه؟ ايه طبعا بدنا نقوم بالواجب ولازم نظبطه. طب استنى يا حبيبي استنى بس وصلنا. يلا يلا تعال. شغلتنا أصلا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله يا عم الحاج، وقف في جورة قدامك. بدك توصلني يعني؟ ايه بالامر يا عم الحاج، لازم نوجب معاك، انت قليل علينا. يرضى عليك. الله يرضى عليك. بالراحة بالراحة يا عم بالراحة. ارخي ارخي عنك العصا يا عم. بلاش اقع. لا لا مش حتقع يا عم، عنك عنك. وين العصاية؟ خذ يا عم خذ. وينها؟ خذ هاي العصا يا عم الحاج. وينها؟ هاي 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 العصا يا عم الحاج. توصلوني كمان؟ انا نوصلك يا عم. انت احنا قلطناك عن الجورة الأولى، لقيت في كمان جورة يا عم الحاج، بدناش توقع فيها. طب بس واحد يقف لي هنا ورا 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 ورا. ورا ورا هات عنك عم الحاج. عني صقر. ابو صقر بس بتوب. تعالوا ابو صقر بس اسمع بدك. قاعدين على الشارع تأذوا الناس اه يا شفرة؟ اه خلاص امانه، اول مره واخر مره. والله يا نتسلى قاعدين. تتسلى على الناس؟ تتسلى على ذوي الاحتياجات الخاصه؟ على الزلم اللي بشوفش مؤذن الجامع؟ واللي قال لي ترانس. والله والله عم صقر، والله العظيم ما علمي هيك يا عم صقر. عن جد مش علمك، بتاخذ الزلمه وبتقول له في جوره. خلص يا عم صقر، بقول بس نسيلك. خلاص نزل ايدك. طب خلص يا عم صقر. نزل ايدك يا عم صقر اللي بدك اياه بيصير. والله ما عمر عيدها. ايوه والله ما بتوب. بقول لك ما عمري ايش عيدها يا عم صقر. بتوب بتوب. وانت يا شفرة وانت يا شفرة انت يا شفرة. خلاص ابو صقر ابو سيدي. بتحرموا عمركم تقفوا على راس الشارع وتاذوا الناس؟ والله بوعدك اهو هات ابو سيدك. انتوا لازم تساعدوا الناس صح ولا لا؟ صح يا ابو صقر. لو شفتوا واحد اعمى بتوصلوا ولا بتوقعوا؟ بتوصلوا بتوصلوا للجامع، واذا بده يروح على الدار بتروحوه على الجامع مش بتوقعوه. حاضر يا ابو صقر. حاضر 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 حاضر. يا ابو صقر عرض الله يا ابو صقر عرض الله. هو يكربجك منك إلو. اسمع 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 أبو صادر وقطع. اسمع 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 أبو صادر وقطع. والكرامة أغلى من العالم أجمع. اسمع اسمع اللي بده يتحدى أبو صادر ما بتخبى. اللي لو حطيتك في راسي عمرك عمرك ما بتطلع. اسمع 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 أبو صادر وقطع. اسمع اسمع اللي
عنده إحساس بنحطه على الراس، اللي عنده إحساس بنحطه على الراس، والمعدن وألماس هو هو اللي بينفع. اسمع 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 أبو صابر وكتاب